السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، في أجواء ممطرة في موسكو في شهر يوليو الحار جدا، بعمل لكم حلقة النهاردة. وفكرك أخي المهاجر أو المغترب، سمي نفسك زي ما تسمي نفسك، زي ما أنت عايز، اللي عايش في روسيا مش لازم في موسكو. أيها الطالب العربي، أيها المكافح العربي، أيا كنت بتعمل إيه في هذه البلد، فتحية مني من أخوك الصغير أو الكبير، أيا كان عمرك أو مقامك. بقول لك، بفكرك إن في روسيا احتياجاتك في البلد دي أو الكونسيرن الأساسي عندك في الحياة هي أربع حاجات. الأربع حاجات دول، أول حاجة يعني هم انا هقولهم بترتيب انا الشخصي، ممكن يعني ترتيب الاولويات ممكن يكون مختلف عند حد تاني حسب برضو ايه ترتيب حياته ونظامه. الحاجة الى اشباع، اشباع الجزء الروحي، اشباع الجزء الروحي اللي هو جزء ديني. يعني ده حاجة من حوائج اللي بيبقى الواحد هاجس عنده او حاجة محتاجها جوه روسيا وهو عايش في روسيا. الحاجة التانية إشباع العاطفة، الجزء العاطفي، الاستقرار العاطفي. واحدة بنت يعني، عايز واحدة ست، عايز يتجوز، عايز يبقى يحب كده يعني. ثالث حاجة الاستقرار المادي، البحث عن الاستقرار المادي. رابع حاجة الاستقرار المادي ده ممكن يبقى عن طريق عمل أو عن طريق أي حاجة تانية يعني، أو بيزنس أو أي دخل. الاستقرار المادي لو موجود، لو حد مثلا بيبعت لك فلوس، حد بيصرف عليك، فبيقف عندك استقرار مادي، بتبقى ساتسفايد في الحته دي. رابع حاجه هي الانجاز. دايما الراجل بالذات بيبقى عنده الحاجه الى الانجاز، عايز ينجز، عايز يحقق ان هو عمل حاجه. ودي اخطر حاجه، ودي اللي بتجيب احباط لناس كتير عندها الثلاث حاجات الاولانيين. في حاجه خمسه بس مش عند كل الناس، نبقى نتكلم عليها بعدين. المهم، الناس بقى بتسيب الاربع حاجات دي وتركز في حاجة واحدة انا وانتو عارفين. الحاجة الواحدة دي هي الانسة اللي حضرتك بتفضل سنين تدور عليها، وممكن تبقى مرتبط بواحدة وبعد كده اقولك ما بتتجوزهاش ليه، تقول لي لا اصل في مشاكل كده، اقولك في عيوب مثلا، يعني ايوه ايه يعني، اقولك اصلها تنكة ورخمة وريحتها وحشة. اقول له ايه ريحتها وحشة؟ اقولك اصل كلهم كده، كلهم كده، فانت نقيت اي واحده والسلام بقى، ولا اي مدام يعني، او احسن واحده في الوحشين نقدر نقول. فايه اللي يجبرك يا ابني على كده؟ مش هقول انا مش فاهم، لا انا فاهم الموضوع ده والظاهره دي ليه، اللي هو الضغط المجتمعي. ودي النقطه الخامسه يعني اللي كنت عايز اتكلم فيها، ان هو التوافق المجتمعي، ان انت تبقى حاسس ان انت محدش ضغط عليك، المجتمع مش ضغط عليك ولا انت ضغط على حد. فالتوافق المجتمعي ده يعني مصدر مشاكل كتير، فعشان كده اتكلم عليه لوحده في حلقه مستقله. فمن عشان يساتسفاي الضغط المجتمعي اللي هو حاسس انه ضغط عليه وهو مش ضغط، يقول لك لازم ابقى مرتبط بواحده، مش لازم اتجوزها بس ابقى مرتبط كده عشان المجتمع الروسي اصله كده، اصله ضغط عليا، وده بيحقق لي بقى كل حاجه انا عايزها. اي نعم، هي زي ما انا قلت تنكة ورخمه وايه وريحتها وحشه، ده حسب توصيف اكتر من واحد يعني، يقول لك البنت دي كذا تنكة رخمة وريحتها وحشة. يعني انا بجمع لكم اعم ثلاث صفات لواحد يبقى مرتبط واحد، ورغم ده كله مرتبط بيها ليه؟ عشان يساتسفاي شوية رغبات صغيرة بيهد رغبة كبيرة او رغبة اساسية. ده كان يعني زي طول مقدمة لمجموعة حلقات جاية ان شاء الله عن رغباتك او احتياجاتك في البلد دي. نسيبكم على خير، ويا رب تكونوا مستمتعين بالصيف ده في البلد دي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا على خير في حفظ الله. السلام عليكم.